القدس الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يسرني يا أحبائي أن أتحدث معكم في هذا اليوم المبارك عن حياة الفرح التي تبعد للقيامة المقدسة. نحن في أيام القيامة المقدسة، قبلها كنا نتأمل كثيرا في الآلام والأحزان وذكريات الصليب، ولكننا الآن نحن ننتقل إلى حياة الفرح الحقيقي التي نستمتع بها من خلال القيامة المقدسة. المسيحية يا أحبائي هي مسيحية فرح، لذلك علمنا الرسول ويقول لنا افرحوا كل حين في الرب وأقول أيضا افرحوا. فالفرح هي حياة الفرح، هي حياة الفرح الحقيقي المسيحية، ونحن نستمتع بحياة الفرح لأننا نتأمل في القيامة وقوتها، لأعرفه وقوة قيامته. القيامة القوية تعمل فينا بقوة وتعطينا حياة الفرح. ولكننا عندما نتأمل الكتاب المقدس بآيات الكثيرة التي تعلمنا حياة الفرح، نجد أنه من يوم ليوم الملاك يبشر بحياة الفرح: ها أنا ذا أبشركم بفرح عظيم يكون لكم ولجميع الشعب، أنه قد ولد لكم يوم مخلص هو المسيح الرب. الفرح بالخلاص. لذلك نرى أن التلاميذ عندما يسوع طلع لهم فرحوا إذ رأوا الرب. في وسط الآلام يحدث الكتاب المقدس عن حياة الفرح. وعندما نتأمل الكتاب المقدس يا أحبائي نعطي تركيزا لآيات اتبعت في حياتنا حياة الفرح، فنجد أن في حياة الفرح لها آيات كثيرة تشجعنا على هذه الحياة. فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب. الفرح ببيت الرب. فرحت بكلامك كمن وجد غنائم كثيرة. كلمة الرب مفرحة. مع أن أيام معلمنا داود كانت كآيات الكتاب المقدس كانت لا زالت قليلة وصغيرة، ليس الكتاب المقدس الآن، ولكن أنا داود النبي يتأمل أن كلمة الرب مفرحة. فرحت بكلامك كان وجد غنائم كثيرة. السماء تفرح بخاطي واحد يتوب، والفرح بخلاص الخطاة. علشان كده احنا كل ما نعمل ونخدم، كل ما نكسب نفوس للمسيح وتعطيهم حياة الفرح الحقيقي. على وعن السماء تفرح بخاطي واحد يتوب، نجد أيضا الكتاب المقدس يتكلم عن النجم الذي ظهر للمجوس عندما فرحوا، ولما رأوا النجم فرحوا فرحا عظيما جدا. الفرح برؤية النجم الذي يرشد إلى السيد المسيح. وأيضا الفرح نتأمله عندما يتحدث معلمنا بولس الرسول في وسط آلامه الكثيرة المحزنة، لكنه يفرح بأنه يجد أنه فرصة لتوبة الخطاة، إذ يكرز لهم كرازة مفرحة في كل شيء. نجد أن معلمنا بولس الرسول والآباء الرسل بالرغم الآلام الكثيرة التي وجدوها في حياتهم إلا أنهم كانوا يفرحون فرحا عظيما جدا بآية وسلم. لذلك نجد أن الكتاب فيما هو يحدث عن حياة الفرح: احسبوه كل فرح يا إخوتي عندما تقعون في تجارب متنوعة، عالمين أن امتحان إيمانكم يشوش صبر. نفرح بالآلام الكثيرة. لذلك عندما نجد أن أمرا مؤلما في حياتنا، تجربة معينة في حياتنا، إنما تبعث في حياتنا حياة الفرح. احسبوه كل فرح يا إخوتي عندما تقعون في تجارب متنوعة. لذلك نحن نتأمل الفرح، لكن هناك من يبحث عن الفرح الخاطئ. وظهرت هذه في حياة الابن الكبير في مثل ابن الشاطر الذي وقف خارجا عندما أتى أخوه. كل البيت فرحان، الأب والخدام والذين في يعيشون في البيت فرحان، لكن هو بقي حزينا خارجا عندما سمع أن أخوه جاء فذبح له ولد مسجل مسمن، وقال كده: أخدمه كل هذا والجد يتخطى، لم تعطيني أفرح بما مع أصدقائي. هناك فرح خاطئ، فرح بالجد، الفرح بأمور العالم. طبعا هذا الأمر أحزن الأب كثيرا، وقال له: يا ابني أنت كان ينبغي أن تفرح معنا، لأن أخاك هذا كان ميتا فعاش وكان ضل فوجد.
هناك من يبحث عن حياة الفرح الخاطئ، خطأ بجدي العالم، أمور العالم المادية التي تحزن القلب. لذلك عندما نتم الكتاب المقدس نعطي اهتمام لحياة الفرح، نحفظها ونعيش فيها بحروح الاختبار كل يوم. حياة الاختبار في حياة الفرح هامة جدا في حياتنا المسيحية. المسيحية مسيحية فرح، افرحوا كل حين في الرب، وأقول أيضا افرحوا ولربنا المجد دائما أبدا.